وما كنت أشوف إلا الثقافة العسكرية في الأماكن المحتاجة أكثر حاجة للعلم والثقافة إلا الثقافة العسكرية. أنا شايف أنه معظمنا تحت الانطباع الخاطئ. الأخ من ذروح ورات وينه؟ لا بدي يجي، بدي يجي ويجيب نص أهل أبو الزيغان معه. الانطباع اللي معظمنا أخذه خاطئ أنه إسرائيل بدها سلام. إسرائيل ما بدها سلام. كانت الإشارة بأنه هو اللي مسامع ولا أنت معليك شيء؟ الأردن يعمل في أطر ثلاثة. الإطار الأول هو مصلحة الوطنية العليا، مصلحة المملكة الأردنية الهاشمية ومواطنيها، وهذا يطرأ على كل شيء ويسمو على كل شيء. والمصلحة الأخرى هي أو الإطار الثاني هو القضية الفلسطينية التي هي مبنية على موقفنا الأساسي بضرورة زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة مرة أخرى التي تعتبر مصلحة أردنية عليا. والإطار الثالث طبعا هو الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية. ما كان الناس يحكوا بالقضية الفلسطينية. يعني كويس حتى لما نقعد مع إسرائيل نفهمهم إنه اقترحنا أن عاملين معاهدات السلام، لأنه معاهدات السلام لا توقع إلا مع عدو، مع الأعداء فقط توقع معاهدات السلام. أنا ما بوقع معاهدة سلام مع صديق ولا مع دولة شقيقة، أنا فقط أوقعها مع عدو. مجرد بإني أنا وقعت معاهدة سلام معناته قاعد بقول له في صباح وفي وجهه إنه أنت عدو. وأنا أفاوض، عندما أفاوض الآخر حتى لو كنت أضعف منه، لكن أنا بعرف أني أنا إلي عمق ديموغرافي وإلي عمق بشري وإلي عمق تاريخي وأيضا لي عمق ديني. ما دام هم يستخدمون الدين في هذا الأمر، سيدي ما حدا بضحك على الأردن، يعني ما هاي مش عفوا مش رد هيك فعل سريع. إذن تزايد السكان في الضفة الغربية بهذا الشكل منذ 67 لليوم، تزايد عدد سكان الضفة الغربية مرتين ونص. من تمه أنا سامعها من جيمس بيكر، قال I pulled إسحاق شامير from his beard to come to Madrid. بدهمش مش بس هيك، ليستفزونا احنا اكثر. كان يقول للفلسطيني، احنا منا اثنين كان بالوفد الفلسطيني مراقبين وعشرة فلسطينية قبال 12 يهودي، كان يقول انتم بتقولوا انه هاي ارض محتلة، عن يهودة والسامرة ارض محتلة. مزبوط محتلة، كان محتلها الاردن. فما نقدر احنا نحكي بمنطق دولة مستقلة ذات سيادة ومؤثرة، وإلها انا ما بخفض او بقلل من تأثير الأردن عالميا ابدا، واذا لا موازنتنا متزنة وإلا يتحسنوا علينا الناس كل سنة من الأمارة. ومن هيك لازم نعرف كلنا انه ولا ضيعوا يوم واحد من قبل 1897، بل من 1870، وعندي وثائق من 1835، ما ضيعوا يوم الا يشتغلوا بالدراسة والتمحيص والخبرة كيف يفرقوا بيننا.
كيف يفرقوا بيننا؟ كيف يفرقوا أول شيء بين الشرق والغرب، المشرق العربي والمغرب العربي؟ وكيف اشتقوا إسرائيل لتقسم الجزئين عن بعضهم؟ بس هذه هي قاعدتنا، وبدنا نعرف أنه ما فيش صديق، ما فيش صديق إلا واشتغل علينا صديق، يعني إلا واشتغل على تفريقنا. ولما وزعوا وعادوا البلاد العربية بين بعضها بلشوا يشتغلوا في دواخلها. بدنا نكون حريصين، احنا بلد مثل ما تفضل معالي ابو طارق ومعالي مروان، ما ضلش الا نحن نحكي بالقضية الفلسطينية. حتى لما اجينا نفاوض قسمونا بلقى وصخور. هذا احتلال occupation، وهذا ضم annexation. يجب ان نعود الى استخدام العبارات الصحيحة. هذا جزء من البناء اللي الآن قاعدين بنعمله لكشف قناع إسرائيل ولإظهارها بأنها دولة فصل عنصري أبرتايب. لابد من استخدام هذه العبارة كثيرا. كلما قامت إسرائيل بشيء يستدعي ذلك لابد من استخدامها كمخرز ننخز به هذا الجسم الذي أمامنا. حتى بس اللي علي أنا سويته، مثل ما تفضل معالي أبو مروان، كان الشرط لما قلنا بتضلكوا في الغمر والخمس وعشرين سنة، أنا اللي حكيتها 25 سنة. ليش؟ لأنه كل مشروع ري بتتعب عليه بدك 25 سنة، لا عمر المشروع 25 سنة. بس كان الشرط ألا يناموا فيها. اتمنى انه يجي ناس متطرفين اكثر منهم، صحيح، يعني يا ريت، يعني بما انه المجتمع 80% قلب قايم على الدائر، قلب على اليمين، على اليوم يجي ناس دواعش من جماعتهم هم ويستلموا الموضوع. سلامنا او المعاهد اللي اشتغل في المعاهد 2 اردنيه، محاكيكو واحد منهم، الجزء الأكبر كان لعون الخصاونة وأنا باجي وراه. وبمفاوضاتنا أخذنا إحنا أكثر من 242، يعني الأراضي المحتلة في وادي عربة كانت قبل 242، كانت من سنة 54 53، وكانت بعد احتلال إيلات رجعناها وهي مش 242. الباقورة من سنة 52 رجعناها وهي مش 242 بس مبنية على 242338. مين في العالم رافضها؟ كانت سوريا رافضة 242. يعني بعيدا عن الكلمات التقليدية، معني أنا كاتب كلمة بس مش راح أحكيها. أول شيء بنرحب في الجميع أصحاب العطوفة والسعادة والمعالي بهذا اليوم الجميل، اليوم اللي بصراحة إحنا في جمعية خريجي الثقافة العسكرية كان عندنا طموح واحد، أنه اليوم نكون في صف الوطن. اليوم الوطن بتعرض لمجموعة من التحديات، سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وفي مصطلح بيحكي دائما الدعم المبني على المعرفة. احنا بدنا دعم للحكومات مبني على معرفتنا للتحديات. المواطن الاردني اليوم يعني متشتت نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي والميديا والمعلومات اللي متناثرة في وسائل التواصل، بتخلي اليوم ما عناش قدرة على الحكم على صدقية المعلومة وحجم التحدي اللي عم بنواجهه. جلالة سيدنا عم بقود الدفة وعم بقود تحديات للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبصراحة المواقف، مواقف الاردن ومواقف القيادة مواقف مشرفة. بس احنا ما بنعرف كأردنيين قديش حجم التحدي اللي علينا، ولماذا الأردن يتخذ هذا يمكن الدور اللي بخلينا نحكي الصامد تجاه كل التحديات اللي عم بواجهها في المنطقة. حكومة نتنياهو عم بتشكل كمان بالنسبة لنا تحدي آخر، لأنها يعني دولة جوار. حبينا اليوم يكون معنا يعني قامات بالإضافة للحضور، الحضور قامات، والجلسة بصراحة مش جلسة، يعني جلسة حوارية، احنا سميناها جلسة حوارية خاصة بضم مجموعة من المثقفين.
ما رح أطيل عليكم، أهلا وسهلا فيكم باسمي كرئيس جمعية وباسم أعضاء الهيئة الإدارية في جمعية خريجية الثقافة العسكرية، مرحب فيكم، ونترك لمدير الجلسة الأستاذ رجع طلب المايك، فأهلا وسهلا فيكم. مساء الخير جميعا، يسرني في هذا المساء الترحيب بالجميع طبعا، وبضيفي الكريم معالي ناصر جودنا رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، ومعالي صخر الدودين وزير الإعلام السابق، اللذان سيقرأان لنا في هذه الجلسة الحوارية طبيعة المشهد الإسرائيلي المستجد وأبعاده والمتمثل بحكومة نتنياهو السادسة ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة وانعكاساتها على الحالة الإقليمية بشكل عام وعلينا في الأردن بشكل خاص، وما يمكن البناء على الخطوط الحمراء التي تحدث عنها جلالة الملك لشبكة CNN والتي استقبل فيها تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأقصد هنا البناء سياسيا والبناء شعبيا. أسئلة كثيرة ستكون مطروحة خلال هذه الجلسة بحكم حساسية ودقة هذا الملف وأثره المباشر على الأمن القومي الأردني. نبدأ جلستنا لهذه الليلة مع معالي أبو طارق والقراءة التي سيعني يقدمها للمشهد بصورة عامة، تفضل معاليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر الوافر للسادة أعضاء جمعية خريجي الثقافة العسكرية من هيئة إدارة لمنتسبين، ويشرفني وأنا متأكد أنني أتحدث أيضا باسم أخي وصديقي معالي أبو مروان أن نكون هنا بمعيتكم اليوم في هذه الجمعية العريقة المرتبط اسمها بأعرق مؤسسة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية وهي المؤسسة العسكرية، القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هي المؤسسة الأم في الدولة الأردنية، وكلنا نفتخر بها وببطولاتها ومنتسبيها، ضباط صف، أفراد على مدى التاريخ والتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن. عندما جاءني وصف اللقاء اليوم كانت الإشارة بأنه هو اللي مسامع ولا أنت معالي شيء؟ معالي أبو يزن بسمع كل شيء. كان وصف اللقاء في البيان اللي صدر هو أنه ناصر وصخر بمحض الألقاب سيحاضران. إحنا ما لا أعتقد إنه بدنا نحاضر، إحنا بدنا نحاور ونتحاور. وهذا أعتقد هو المفيد، وخاصة في هذه الأحداث التي نراها أحداث مؤلمة، تطورات خطيرة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة للأسف، ما دام في غياب لحل جذري يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس. لذلك شاهدنا عبر سنوات وعقود مسلسلات عنف واقتحام احتلال بشع، ومرة أخرى ذكر أخي وصديقي أبو قيس بأنني سأعطي قراءة للمشهد. صعب أن نعطي قراءة للمشهد وهناك قامات كما ذكر تعرف هذا المشهد بكل وضوح وعن خبرة ودراية ومتابعة ومشاركة عبر سنوات من الزمن، لكن نحن فعلا بمواجهة تطرف لم نشاهده من قبل لسنوات طويلة. أنا شخصيا عندما أتحدث عن العلاقة مع إسرائيل، وكان جلالة سيدنا واضح في لقائه كما ذكرنا، نحن لا نتعامل مع ائتلاف يميني أو ائتلاف يساري، نحن نتعامل مع حكومات عليها التزامات وهناك اتفاقيات وهناك مبادئ يجمع عليها العالم بأسره. والعالم عندما يتحدث جلالة الملك يسمع صوت الحكمة،
ويسمع صوت الخبرة والاتزان والاعتدال، ولكن الحزم عندما يتطلب الأمر الحزم كذلك. وهناك خطوط حمراء لطالما تحدث عنها جلالة سيدنا عدة مرات. الأردن يعمل في أطر ثلاثة. الإطار الأول هو مصلحة الوطنية العليا، مصلحة المملكة الأردنية الهاشمية ومواطنيها، وهذا يطرأ على كل شيء ويسمو على كل شيء. والمصلحة الأخرى هي أو الإطار الثاني هو القضية الفلسطينية التي هي مبنية على موقفنا الأساسي بضرورة زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة مرة أخرى التي تعتبر مصلحة أردنية عليا. والإطار الثالث طبعا هو الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والدور الذي يقوم به جلالة الملك شخصيا والأوقاف الأردنية في هذا الإطار. ومرة أخرى نحن لا نتعامل مع ائتلافات أو مع تشكيلات حكومة، نحن نتعامل مع حكومات مرة أخرى موقعة على اتفاقيات مودعة لدى الأمم المتحدة. وفي هذا المجال نحن نتحدث بشكل مباشر عندما يتعلق الأمر بمصلحتنا الوطنية العليا أو بالسعي نحو تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية بقيام الدولة الفلسطينية، أو عندما يكون الموضوع متعلق بالانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية. نتحدث مع العالم ولكن نتحدث مع الأطراف المباشرة بشكل مباشر وبشكل واضح. لا أحد يستطيع أن يشكك في دور الأردن تاريخيا، لا من قريب ولا من بعيد ولا القريب ولا البعيد. الكل يدرك بأن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية مواقف مبدئية، أن الأردن لا يكيل بمكيالين، أن الأردن يحترم التزاماته والمعاهدات التي وقعها مع أي دولة في العالم والاتفاقيات التي وقعها. الأردن حارب بشرف وخاض معركة السلام بشرف، وبين معالي أستاذنا الكبير الدكتور منذر الحدادين اللي يستطيع أن يتحدث عن خبرة ودراية وإلمام بهذه القضايا. نحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية للغير، كما نتوقع بأن لا يتدخل الآخرون بشؤوننا الداخلية. العالم مرة أخرى يحترمنا لأننا لا نكيل بمكيالين. السلام بالمناسبة لا يعني الاختلاف بالرأي حول قضية ما أو حول قضايا مختلفة. شاهدنا جميعا عندما وقع جمهورية مصر العربية اتفاقية السلام عام 1979 اختلفوا مع الجانب الإسرائيلي على موضوع طابة تشكل بقعة صغيرة من مساحة شاسعة هي شبه جزيرة سيناء التي أعادها الاحتلال لجمهورية مصر العربية، واختلفوا حول موضوع طابة وذهبوا للتحكيم الدولي. السلام لا يعني بأنه لا نختلف أو لا نخالف رأي ما أو إجراء ما أو ندين. السلام يعني نهاية الحرب ويعني نهاية المواجهة العسكرية، لكن لا يعني بأي شكل من الأشكال عدم الاختلاف في القضايا وخاصة عندما تتعلق في مصالح الدول. ما شاهدناه في الآونة الأخيرة مؤسف حقيقة. يعني هذه بالمناسبة الإعلام الغربي يمكن بغيب عنه إلا لما تصير حادثة فاجعة مثل دخول اقتحام مقيم جنين قبل يومين، بغيب عنه أنه في قتل يومي للشعب الفلسطيني المحاصر الذي يقع تحت نير الاحتلال. هناك قتل يومي، هناك أطفال يقتلون، هناك مسنين يقتلون، هناك انتهاكات، هناك عدم التزام بالمواثيق الدولية وبالقانون الدولي وبالقانون الدولي الإنساني. والتصعيد والعنف يولد العنف. هذه حلقة مفرغة نحن نشاهدها ونراها منذ سنين طويلة. الحل الوحيد هو إحقاق الحق والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية مسواة، إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي في إقامة دولتهم وفي أمانهم وأمنهم ومستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة. والعنف يولد العنف، وهذا أمر متفق عليه ومعروف
للجميع القاصي والداني. المهم الآن هو كيف نستطيع العودة إلى العقلانية وإلى الهدوء وإلى الضغط اللي يجب أن يمارسه العالم بضرورة العودة إلى الحديث المباشر والعودة إلى المفاوضات الجادة التي تؤدي إلى إقامة السلام العادل وعودة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. هناك حديث طويل أنا حبيت بس من في بداية هذا اللقاء المثمر إن شاء الله والحوار الضروري أنا أعتقد في خضم هذه الأحداث أن نقول بأنه المنطقة ليست بحاجة إلى عدم استقرار، مزيد من عدم الاستقرار. المنطقة ليست بحاجة إلى تصعيد، المنطقة بحاجة إلى إنهاء مسلسل العنف الذي نراه ونشاهده على مستوى يومي. المنطقة بحاجة إلى مشاركة دولية في فاعلة في عودة الحديث المباشر وفي وضع حد للانتهاكات التي نراها وإلى التصعيد الذي نراه وإلى القتل الذي نشاهده على مستوى يومي. فأتوقف هنا أتوقف هنا ثم نعود للحديث. شكرا سيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله وعلى جميع أنبياء ورسل الله. أحييكم جميعا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة بتحيتنا الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تفضل معالي أبو طارق وقدم أولا الشكر الجزيل باسمينا إلى جمعية الثقافة العسكرية وإلى الأخوة أيضا في المركز الثقافي في أمانة عمان، ويعني أشعر بتواضع شديد أمام الحضور الكبير والمهم الموجود، أصحاب القامات الكبيرة والتي نتعلم منها. الحقيقة يعني معالي بحكم أيضا خبرته الطويلة والممتدة في الدولة، نائبا لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية الأطول في تاريخ الأردن، ووزيرا أيضا للإعلام، ومديرا للإذاعة والتلفزيون وغيرها، يعني أطر خلينا نقول الرأي يعني الحكومة الأردنية بشكل عام هكذا الحديث، وأعرف بأنه لا بد أن يكون هكذا ما يقوله، ولكن اسمحوا لي أن ربما أتحدث عن الوعي المطلوب منا، يعني عندما جميعا وأنا أقلكم في هذا خبرة وشأنا، أنا أعتقد بأنه يجب أن لا نتحدث عن الموضوع بيننا وبين إسرائيل وكأن الأمر هو عبارة عن آخر أسبوع أو آخر شهر أو آخر سنتين أو آخر عقد كامل. نحن نتكلم عن صراع تاريخي، وهذا الصراع بكل تأكيد نستند فيه إلى وعي هذه الأمة وإلى عمق هذه الأمة ووجودها تاريخيا على هذه الأرض. ربما نتحدث اليوم من خلال معاهدة سلام عمرها ربع قرن، أو من خلال بعض الاتفاقيات اللي عمرها عقد أو عقدين، ولكن نحن أمة موجودة هنا منذ آلاف السنين، ونحن لسنا طارئين في هذا المكان. ويجب عندما نتعامل مع من هم أمامنا أن ندرك أيضا كما قال معالي بأننا نحن أصحاب الحق. إسرائيل وفي آخر أكثر من 20 عام تنحى منحا يمينيا متطرفا وبشكل حثيث، والحرديم في إسرائيل هم من يتبوأ المشهد اليوم، وهم يطلقون على كل من هو غير يهودي الجواويم، يعني الأغيار. والأغيار بالنسبة لهم هؤلاء ليسوا بشر لهم نفوس مثلنا، نحن جميعا بالنسبة لهم
لسنا بشرا. لذلك كل هذا القتل الذي تشاهدونه والذي تفضل معاليه بأنه يحدث بشكل يومي، هم بالنسبة لهم هذا شيء طبيعي وشيء عادي، بينما عندما يقتل منهم شخص أو شخصين أو قد ما يكون تقوم الدنيا ولا تقعد، لأنهم يتحكمون في معظم وسائل الإعلام في العالم. أنا أعتقد بأننا أمام فرصة تاريخية في هذه الفترة، بأنه هناك حكومة إسرائيلية بهذا الشكل المتطرف. هذه فرصة لنا، ولا أعتقد بأنها فرصة سيئة أبدا. آن الأوان لكي يظهر الوجه الحقيقي البشع لهذه الدولة، وآن الأوان عندما يكشر هذا اليمين المتطرف عن أنيابه، وعندما تبرز له هذه المخالب التي هي دائما موجودة ولكن كانت عليها قفازات ناعمة وتظهر أمام الآخرين بمظهر آخر، آن الأوان لنا لكي نفضح ونكشف كل ما كان مستورا، خصوصا أننا اليوم ممكنون بأدوات إعلامية مذهلة. وأنا أتكلم وأنتم تذكرون في عملية سيف القدس قبل عامين كيف أن الشباب الفلسطيني والشابات الصغار السن قاموا من خلال أجهزة الهاتف ببث كل ما يحدث ساعة بساعة إلى العالم، لدرجة أن نيويورك تايمز اضطرت أن تضع على صفحتها الأولى صورة 100 من الشهداء الفلسطينيين لأول مرة. هذا معناته أن هناك انقلاب في أو بداية انقلاب في الرأي العام العالمي لما يحدث. في السابق، ويذكر بكل تأكيد معالي الدكتور منذر حدادين وهو في المفاوضات، بأن من كان أمامهم حزب العمال في ذلك الوقت، وبأنهم عبارة عن ثعالب يعطوك من طرف اللسان حلاوة ثم يروغون فيك كما يروغ الثعلب، لأنهم يعني استمرأوا هذا الأمر. اليوم لم يعودوا بحاجة إلى أن يتكلموا معنا مواربة. بن غفير يعلن أصلا تطاوله على رئيس وزراء نفسه، الذي جاء لمقابلة جلالة الملك، وكما يفعلون دائما وهذا ديدنهم لكي يضربوا العرب بعضهم ببعض، بعد هذه الزيارة الخبيثة يقوموا بعدها بيوم بمجزر الجنين، تماما كما حدث بعد زيارة سيبي ليفني كما تذكرون وزيرة الخارجية إلى مصر، بعدها ب24 ساعة قاموا بعملية الرصاص المصهور فوق غزة. كما تفضل معاليه، نحن في الأردن لا يمكن لأحد أن يزاود على الأردن إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ودرتها القدس الشريف. نحن في الأردن الحمد لله نستند إلى أطر ثلاث في التعامل مع هذا الأمر. تكلم معاليه عن الأطر الحكومية من حيث مصلحة الأردن ومن حيث القضية الفلسطينية ومن حيث الوصاية الهاشمية، ولكننا نتكلم قوتنا في الأردن داخليا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ودرتها القدس الشريف. تجد أن الأردنيين جميعا على قلب رجل واحد. نحن في كثير من القضايا الاقتصادية وغيرها والمعيشية ربما نجد بيننا اختلافات وفروقات، لكن في هذا الأمر نقف جميعا وقفة رجل واحد خلف جلالة الملك وخلف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية. ثم الأردن يشكل دائما رأس حربة مع إخوانه العرب، هو يجمع هؤلاء الأخوة العرب، والذين للأسف اليوم بعد الربيع العربي ومآلاته نجد هذا الخوار والهزال والتفتت والتشرذم. يحاول الأردن بكل الطرق، بالذات عندما يتعلق الأمر في القضية الفلسطينية، أن يلم هذا الشتات. وما كانت
القمة الثلاثية في القاهرة، ومن بعدها القمة السداسية في أبوظبي، ومن بعدها زيارات جلالة الملك إلى قطر وغيرها، واليوم إلى كندا، وغدا إلى الولايات المتحدة. نصف حديث جلالة الملك في أي من هذه الإطارات هي كلها عن القضية الفلسطينية. وكما جاءنا أيضا دوليا، جلالة الملك يكاد يكون هو القابض على جمر هذه القضية، وهو المشعل العربي والراية العربية التي لا تزال خفاقة في كل المحافل الدولية، تتكلم عن القضية الفلسطينية ويتكلم عنها أمام العالم بالشكل المنطقي غير العاطفي، وبعقل بارد، وبعقل يعني مرتب، لكي يقول للعالم بأنه ما البديل إذا لم يكن هناك دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف. ما هو البديل؟ البديل هو التطرف، البديل هو التطرف، وهو العنف، وهو ما ينبذ العالم كله. وقد وجدنا أن العنف الآن ليس فقط وصل إلى إسرائيل، أقصد أنا إلى شعب إسرائيل الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اليوم بدأنا نرى المظاهرات بالآلاف في إسرائيل، وبدأنا نرى بأن إسرائيل من الداخل بدأ يحدث بها تغييرات. ربما أكون قد أطلت، ولكني أردت أن أعطي إطلالة أخرى لكي أيضا يكون للحديث يعني نواحي مختلفة للحديث عنها. شكرا جزيلا. جمعية، ونتمنى لكم التوفيق، وهذا يعني أول النشاطات إن شاء الله يا سيدي. شكرا شكرا أصحاب المعالي وأخي رجاء. في موضوعين سريعين، الأول له علاقة بالرأي العام الأردني والرأي العام العربي تجاه الموضوع الإسرائيلي. طبعا كل استطلاعات الرأي اللي تم تنفيذها على الأقل بآخر 12 سنة، لأن كنت جزء منها وبعرف عنها وبقرأها، جميعها بتقول انه يعني في اكثر من 80% من الاردنيين والراي العام العربي عموما يرفضون معاهدات السلام او التقطيع اللي موقع مع اسرائيل، بما في ذلك الاردنيين. ونسبه الناس الذين يرفضون بشكل مطلق، يعني الرفض تام، اكثر من 70% باي بلد من هذه البلدان تعمل فيها، البلدان العربيه تحديدا. هذا يعني ان الاردن كما الدول الاخرى ايضا على الرغم من توقيعها هذه المعاهدات إلا أنه تدفع ثمن في العلاقة بين المجتمع والدولة، لأنه في مصلحة استراتيجية عليا للدولة ويجب الدولة أن تقوم بالحفاظ عليها. وهذا يعني شيء أنا لا أرى بأنه الإسرائيليين يقومون بأي عمل لتسهيل مهمة البلدان العربية أو الدول أو الحكومات العربية لبيع عملية السلام بطريقة يعني على الأقل فيها نوع من المنطق. بالعكس، احنا شفنا يعني في حدثين صاروا بعد ما قام الموظفين السفارة الإسرائيلية بقتل الأردنيين، تم استقبالهم واستقبال شخص منهم باستقبال الأبطال ثاني يوم بتل أبيب بشكل استفزازي، واللي صار كمان بعد زيارة نتنياهو لجلالة سيدنا قام ثاني يوم بهذه العملية. فهذا يعني من حيث المبدأ لا يشعر أي مواطن أردني أو عربي أو أنه يقبل أو يثق بهذا الكيان. النقطة الثانية أنه بصير في حكي كثير هاليومين عن أنه تبديل، وهذا السؤال يمكن أكثر لمعالي ناصر، عن التحالفات الدولية الجديدة. اليوم في روسيا، الصين، إيران لديها موقف، ولكن في هناك التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة ودعم لا محدود لإسرائيل، وعادة تكون الحلول هي أو خطط الحلول على حساب الفلسطينيين والدول العربية مجتمعة. باعتقادك هل سيكون يعني هل في منطق بالطرح أنه يجب أن يكون هناك realignment، أنه العرب يتوجهوا إلى الصين وروسيا على أمل أن يكون لديهم موقف أكثر توازن تجاه الموضوع الإسرائيلي الإسرائيلي؟ شكرا. دعني أتناول هذا الموضوع من زاوية تفضل في كلام صحيح بالنسبة للاستطلاعات طبعا، وبالنسبة للقوى العظمى في
كبيرة في العالم وضرورة اهتمامها وحتى على اتخاذ المواقف المطلوبة فيما يتعلق بهذا الصراع. أتناول من زاوية أخرى لعدة أسباب. أولا قوتنا كأمة عربية وكدول مهتمة بإنهاء هذا الصراع وإحقاق الحق وقيام الدولة الفلسطينية، وخاصة الأردن التي تقول دائما أنه موقف المبدئي ومصلحتها الوطنية العليا تكمن في إقامة هذه الدولة. قوتنا هي في مدى تأثيرنا على العالم. هناك أحداث حصلت، أنا صحيح أدرك بأنه الصراع كما ذكر علي بن مروان طويل ويعود إلى سنوات طويلة خلت، ولكن في الآونة الأخيرة استخدم نفس المصطلح اللي استخدمه مع علي بن مروان انكشف القناع، يعني صار معروف لدى العالم انه هذا الـ هذا الـ هذا الـ او هذه الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل من الانتهاكات والاقتحامات وعمليات القتل اصبح مكشوف لدى العالم، مش بس موضوع النيويورك تايمز. انتم شايفين انه كل ما تتخذ اسرائيل اجراء يخالف القانون الدولي او القانون الدولي الانساني اصبح هيدلاين نيوز، اصبح يعني خبر يتداول، كان دائما غائب ما حد يتحدث فيه. نعم ليس بالشكل الذي نريده وليس بالزخم الذي نريده وليس بصدارة الأخبار في الوسائل الإعلامية والسوشيال التي نتمناها، ولكن هناك حيز الآن أصبح موجودا في العالم في السوشيال ميديا لإبراز هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية. شوفوا كأس العالم، يعني ما في فريق شارح بأي مباراة إلا علم فلسطين موجود والحديث عن القضية الفلسطينية. قبل سنتين في العدوان الأخير على غزة كنت عم بتحدث مع مجموعة من الصحفيين الأجانب اللي كانوا عم بتابعوا هذا التصعيد الأخير وهذا القصف واستهداف المدنيين وهدم العمارات وقصفها والأبراج. فكنا بنتحدث قلنا أول الموضوع ليس محصور في غزة والعمليات العسكرية التي كانت تنطلق من غزة. الآن في وقتها في مظاهرات في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في مظاهرات في الداخل العربي، في الداخل في العرب 48 كان في مظاهرات لأول مرة إسرائيل تشعر بتهديد من الداخل أو عدم استقرار من الداخل. كان هناك مظاهرات تأييدية للشعب الفلسطيني مؤيد للشعب في كل مدن وعواصم العالم الكبيرة، ما كان في مدينة في العالم إلا فيها تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني وتندد بالعمليات العسكرية واستهداف المدنيين وحق الفلسطينيين في قيام دولته. فكان مجموعة من العوامل التي التقت واجتمعت في آن واحد، العمليات العسكرية، إبرازها على وسائل الإعلام العالمية، مظاهرات ومواجهات في الضفة الغربية المحتلة، مظاهرات في الداخل، مظاهرات في كل مدن وعواصم العالم. صار في إدراك عند الناس أنه لا تستطيع إسرائيل أن تمر مرور الكرام على مثل هذا الحدث. سيدي أنا أعتقد بأنه إذا بتعود لما العالم يفقد التركيز أو يكون منهمك في قضايا أخرى كونية إقليمية وخاصة القوى الكبيرة، أعطيكم مثال عام 2007 على سبيل المثال، بعد الحرب على العراق من 2003 وتداعيات هذه الحرب فقد العالم التركيز على القضية الفلسطينية. لما أشار له معالي أبو مروان بأنه جلالة الملك يعني يمكن ما في رحلة تشرفنا بأن نكون بمعيته فيها إلا بتحدث عن القضية الفلسطينية. عام 2007 كانت الولايات المتحدة الأمريكية وهي عاصمة مهمة، واشنطن عاصمة مهمة لأنها تستطيع التأثير على إسرائيل في كثير من القضايا وكثير من الأحياء، بس كان العالم منهمك بتداعيات الحرب ومنهمك بقضايا اقتصادية أخرى
ومشاكل في أماكن مختلفة. ما كان الناس يحكوا بالقضية الفلسطينية. ذهب بعام 2007 جلالة الملك وتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي وذكرهم بضرورة العودة إلى الاهتمام والتركيز الاهتمام به والتركيز على القضية الفلسطينية وإيجاد الحل العادل. وبعدها بدأت المبادرات المختلفة تعود إلى الظهور مرة أخرى. في مقابلته اللي أشار لها أبو قيس مع CNN مؤخرا، جلالة الملك أيضا تحدث عن ضرورة العودة إلى حل الدولتين وعن ضرورة العودة إلى المفاوضات المباشرة. نعم، عندما نتحدث في هذا الإطار ندرك بأن هناك قضايا يومية تعيق هذه الجهود وتقوضها، فهذا كلام لكن الضروري أن نظلنا نركز عليه. الآن عندك الحرب بقى في أوكرانيا، وعندك اهتمامات الصين الاقتصادية في المنطقة وخارج المنطقة. الولايات المتحدة أعلنت بأنه وزير خارجيتها سيزور المنطقة في وقت قريب لخفض التصعيد والعودة إلى الهدوء، وقد ينتج عنها شيء ملموس فيما يتعلق بالحوار والحديث، وهذا هو المأمول. خطوة إيجابية زيارة المنطقة، وخاصة الحديث، وخاصة بعد ما شاهدنا آخر 48 ساعة. أنا أعتقد أنه يجب أن يعود اهتمام العالم. النقطة اللي بنثيرها دائما كمملكة أردنية هاشمية مع كل دول العالم المؤثرة، بأنه مهما حصل من مشاكل وتحديات وتطورات في منطقتنا أو خارج منطقتنا مما يؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر، تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية التي في غياب حلها تؤكد الاستمرار في مرحلة في جو عدم الاستقرار وفي النزاعات المختلفة المرتبطة بها حتى ولو كان بشكل غير مباشر. نعم، ريالاينمنت، تفضلت وأشرت لريالاينمنت. أنا أعتقد أنه في انشغال بقضايا أخرى في أوروبا، خارج أوروبا، في بكل تأكيد حوارات، هي الحوارات اللي ذكرها معالي أبو مروان إن كان في إطار ثلاثي أو خماسي أو سداسي أو كذا، هي الحوارات التي يقول جلالة الملك بأنه لا يجب أن تتوقف مجرد ما كان في بطء في المسارات السياسية، لأن الضحايا في نهاية المطاف هم الناس العاديين اللي ما عم بتوفر لهم فرص ولا استثمارات ولا استثمار في مستقبلهم. فلذلك المواقف مطلوبة في المسارات السياسية، ولكن أيضا الحوارات وتبادل الخبرات والتركيز على القيمة الادد فاليو اللي احنا ممكن نجيبها، ان كانت دولة بموارد طبيعية او دولة ما عندها موارد طبيعية لكن عندها موارد بشرية وعندها امكانيات. هذه التكاملية في العلاقات ما بين الدول هي ما يتحدث عنه جلالة الملك في اطار الحوارات، ان كان بعضها رسمي او غير رسمي او ما شابه ذلك. انا اعتقد انه هذا شيء ممتاز لاي دولة، يعني كويس حتى لما نقعد مع اسرائيل نفهمهم انه احنا عاملين معاهدات السلام، لان معاهدات السلام لا توقع الا مع عدو، مع الاعداء فقط توقع معاهدات السلام. انا ما بوقع معاهدة السلام مع صديق ولا مع دولة شقيقة، انا فقط اوقعها مع عدو. مجرد باني انا وقعت معاهدة سلام معناته قاعد بقول له في صباحه وفي وجهه انه انت عدو، ويجب ان نظل نتعامل معه على هذا الاساس ما لم يلتزم تماما بهذه المعاهدة، وما لم على مدى عقود يقوم بكل ما يجب أن يقوم به لكي نجد حل يرضي الأجيال القادمة. إذا بالتذكرين زمان إحنا في مطلع في منتهى القرن الماضي إحنا كنا دائما نحكي الحل الذي ترضى به الأجيال القادمة، إنه ما في حل عادل، أرض إلك عارف إنها إلك انتهكت وراحت لناس تاني، صار في قوانين دولية مثل ما قال معالي، إحنا مش عايشين قبل 400 سنة أقول والله الأندلس كانت إلنا ومش عارف شو، لا صار في قوانين وصار في شيء، لكن نريد حل ترضى به الأجيال القادمة. نقدر يعني من هون لعقدين من الزمان ترضى به. فأنا بعتقد أن وجود الرأي العام لا يزال بهذا الشكل، وأشار معالي لموضوع كأس العالم، حتى جلالة سيدنا أشار في مقابلته مع CNN لكأس العالم، يعني قاعد بيحكي للناس أنه ترى كل هالدول إحنا اللي قاعدين بحاول
نتنياهو هو عراب موضوع مفروض غير طريقة from inside outside من outside inside، بده من برا لجوا يبدأ عملية الطوق، يبدأ يروح على الإمارات يروح على البحرين يشوف السودان يروح المغرب باعتبار يعني فلسطينيين مش موجودين كانوا، يعني بدنا نشوف الأول الناس اللي برا، لكن شافوا يعني بأم عينهم وسمعوا بأذانهم يعني وأسمعوا من كان أصماً حتى هناك إنه كل العرب اللي موجودين هناك، وأنا كنت سعيد جداً بأنه معظم اللي قاموا معهم بمقابلات مش من بلاد الشام ولا من مصر، كانوا معظمهم من الخليج العربي اللي إحنا نفسنا كنا نعتقد إنه والله يا جماعة معقول تخلوا عن الموضوع، لا بالعكس كانوا يقولوا لهم لا بدنا نشوفكم ولا بدنا نحكي معكم ولا كذا، يعني هذا إشي عظيم جداً. فأنا أعتقد دكتور إنه هذه الرأي العام كويس إنه يظل في جعبة المفاوض حتى لما تعود مفاوضات أن يظل في جعبته أنه هو يستند أيضاً أنه في وراء ملايين لا يريدون هذا الأمر، هذه قوة، وأنا أفاوض عندما أفاوض الآخر حتى لو كنت أضعف منه، لكن أنا بعرف أني أنا إلي عمق ديموغرافي وإلي عمق بشري وإلي عمق تاريخي وأيضاً لي عمق ديني، ما دام هم يستخدمون الدين في هذا الأمر أيضاً لنا عمق ديني في هذا الأمر. ولذلك جلالة سيدنا أيضاً الآن يشحذ همم المسيحيين في العالم، هو أول من أشار بأن الوجود المسيحي العربي المقدسي تحديداً معرض للخطر، بعدها بثلاث أيام تم اغتيال شيرين أبو عاقل بدم بارد واستشهدت شيرين أبو عاقل، وأثبت صوابية مقولة جلالة الملك أمام العالم. كذلك الأمر عندما صارت المقابلة معاه في المغطس من CNN، أيضاً هذا مكان مقدس لإخواننا المسيحيين، ونحن في الأردن نتشرف بأنه إحنا يعني البلد التي تحتضن مغطس سيدنا المسيح عليه السلام، بدنا نقول لهم أنه أيضاً سيدنا المسيح لجأ إلى شرقي النهر أيضاً من المنطقة الغربية، وإحنا أول ناس استقبلناه هنا. يجب أن نرص كل الصفوف اليوم على المستوى الدولي، تكلمت عن تحالفات، لابد من عودة مسيحيي العالم إلى التفكير الجدي بهذه الموضوع بهذه القضية، خصوصا بعد أن سيطرت وهيمنت الفرضية الصهيونية على العقل الأفنجليكال اللي هو يعني المسيحي المتصهير، ولا أحب أن أسميه مسيحي يعني لأني يعني أربع بإخواننا المسيحيين أن تدخل اسمهم في مثل هذا الأمر. شكرا. طبعا مشاعر الناس مهمة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، النسب المئوية مهمة أيضا، لكن في كثير من الناس اللي موقفهم المبدئي عند الحديث أنه أنا ضد المعاهد، أنا ضد توقيع المعاهد، لكن لما تحاوروا يقول له أنه أنت مع القضية الفلسطينية، يقول لك طبعا أنا مع القضية الفلسطينية ومع دعم الأردن للشعب الفلسطيني، يقول لك طبعا أنا مع الدعم، طيب أنا أستخدم هذه المعاهدة للدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني وعن المواجهات التي تحدث وعن التطورات التي نشاهدها المؤلمة في كثير من الأحيان أو في غالب الأحيان، وأنا ذكرت في مقدمتي إذا لاحظت الحديث المباشر، بأن الأردن يؤمن بالحديث المباشر ليس فقط مع العالم للضغط علينا من الخارج، لكن أيضا يؤمن بالحديث المباشر، وكثير من هذا الحديث المباشر يأتي في إطار معاهدة السلام والالتزامات المطلوبة من الجميع في إطار معاهدة السلام، فخدمة للمصلحة الأردنية العليا وخدمة للقضية الفلسطينية نستخدم هذه المعاهدة. أولا من جهة تجميد الحل على الجهة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، تجميده من جهة الفلسطينيين بمعنى أن لا يحصل الفلسطينيين على أي شيء، ولكن في المقابل خلال عملية التجميد هذه تفعل إسرائيل كل شيء، هي تبني المستوطنات، هي تفرض أمرا واقعا على الأرض، هذا الأمر الواقع حقيقة ستكون له تداعيات مستقبلية. إسرائيل تمارس فعلها هذا على أساس أنها دولة منتصرة، وهي تبحث عن حلول مع الدول العربية الأخرى وتنجح في ذلك، ويؤدي هذا النجاح للأسف إلى تضعضع الوضع الفلسطيني وعدم حصول تطورات حقيقية عليه على 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 عملية السلام مع الفلسطينيين، دعوني أسميها كذلك ولو أنها لم تكن كذلك حقيقة. هل نستمر كأردن على الأقل ونحن نعلم أنه طالما لم يتحصل الفلسطينيون على حقوقهم
أنا برأيي لن نحصل على الأمن ولن نحصل على الاستقرار ولن نحصل على الهدوء، لأن الأجندة الإسرائيلية حقيقة تبني مفهومها للسلام على أساس الحلول على مصلحة الأردن. هل نستمر في هذه العملية؟ صحيح أن حدود عملنا تجاه الإسرائيليين لا تزيد عن الفعل الدبلوماسي، صحيح أن مجال تأثيرنا على عالم أصبح لديه قضايا مختلفة أكثر أهمية من المنطقة الشرق الأوسط كلها حقيقة. هل نستمر في هذه العملية إلى ما لا نهاية ونشعر الإسرائيليين على أنهم حققوا؟ صحيح أننا نعمل أعمال كبيرة على في مستوى القضية الفلسطينية، ولكن انعكاسها على الأرض الواقع ليس كبيرا. لا أريد أن أقول أنه صفري، لأنه لو أخذت من عملية السلام اللي وقعت ما بين الأردن ودولة الاحتلال وما بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال ووقفت الوضع هناك، سأجد أنني أنا خسرت كثير والفلسطينيين خسروا كثير والإسرائيليين كسبوا كثير. إحنا لازمنا نراهن على أن التغير يتم من الداخل الإسرائيلي. إسرائيل دولة ديمقراطية. أنا قبل قليل كنت أحضر برنامج على البي بي سي، هذا البرنامج يتحدث عن تأثير وصول اليمين الإسرائيلي على كل شيء إلا الفلسطينيين، يتحدث عن تأثيره عن المثليين، عن تأثيره عن القطاعات الليبرالية، لكنه تناسى تماما فكرة الفلسطين. بالتالي المعطى اللي أتعامل معه مش معطى خديعة يمارسه الإسرائيليين بحق، هي معطى واقع يفرضه الإسرائيليين عليه، وبالتالي هم يفرضوا انتصارهم الذي يقولوه علي وأنا مضطر أن أقبل. إلى متى؟ سؤال حقيقة، إلى متى نستمر في التذاكي على أنفسنا والاعتقاد بأننا حققنا إنجازات ونعرف أسف سؤال القاسي، في المقابل نخسر في كل لحظة في كل لحظة؟ أرجو أن نوضح سياسيا، هل لدينا أجندة أخرى غير أجندة السلام مع دولة الاحتلال؟ وهي امبارح كان عندي نتنياهو، أول امبارح كان عندي بنفس اللحظة اللي كان عندي كان أحد أفراد الحكومة الإسرائيلية يصرح عكس تماما ما قال به نتنياهو، ونتنياهو تحدث بالأردن أو تحدثت الوسائل الإعلام الأردنية عن إبقاء الوضع القائم في القدس على ما هو عليه، وبيان نتنياهو لم يتحدث عن ذلك، بمعنى أنه كان يضحك علي وهو عندي. أنا أطرح هذا السؤال، إلى متى؟ السؤال موجه لمعالي و تفضل معالي. هو مش سؤال والله رأي. لا سيدي، ما حدا بضحك على الأردن، يعني هاي مش عفوا مش رد هيك فعل سريع، ما حدا بضحك على الأردن. نحن مدركين تماما شو تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية وشو نواياها المبيتة والمعلنة، شايفين مثل هذه الإجراءات في السابق، عشنا وشفنا حكومات مختلفة وخضنا حروب مختلفة وشفنا محاولات للتحايل على القضايا الأساسية أو وتصدينا لها وواجهناها بكل معنى الكلمة. ومرة أخرى الأردن له احترامه وله كلمته في العالم والمسموعة، ويعني لما صارت الانتهاكات الأخيرة وخاصة زيارة المتطرف الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية واقتحامه للمسجد الأقصى، يعني الدبلوماسية الأردنية المكثفة أدت إلى صدور بيانات واضحة المعالم واضحة العبارات والكلمات والمعاني من دول مؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبة إسرائيل بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة. ويرجعوا لتصريحات الولايات المتحدة وتصريحات الدول الأوروبية والتصريحات بالشرق والغرب والشمال والجنوب. فلذلك لكن بنفس الوقت هناك ضرورة لحديث مباشر. احنا مش خجلانين انه نحكي هذا الكلام مباشرة الى الأطراف المعنية بما فيها إسرائيل وخاصة إسرائيل. بيانه شو حكى هذا موضوع تاني، لكن جلالة الملك على وسائل الإعلام بتحدث عن الحفاظ على وأنها خط أحمر وأنها لن نسمع. ذكر معالي أبو مروان بأنه الوزير نفسه هذا المتطرف تطاول على رئيس وزرائه بتصريحات، لكن هذا لا يعني أنه إحنا مش مدركين لخطورة الأمر ولخطورة المواقف والإجراءات اللي عمالنا نشاهدها. لكن مرة أخرى إسرائيل
في عندها دائما تكتيك معين في مواجهة بعض قضاياها الداخلية، بأن تحاول أن تصرف الأنظار والاهتمام العالمي بأمور أخرى. هناك إدانة كبرى بالمناسبة لإسرائيل والإجراءات الحالية فيما يتعلق في المحكمة العليا عندهم، كيف أنه تغيير المنظومة القانونية فعلا بكل معنى الكلمة. هذه لاقت يعني نقد كبير من كثير من دول العالم، انه على حساب انتم دولة ديمقراطية كيف بدكم تلغوا المحكمة العليا وهذا، او تلغوا قراراتها او تبطلوا قراراتها. فعلا مرة اخرى نرجع لكأس العالم واهتمام العالم بالقضية الفلسطينية حتى على المستوى الرياضي. عم بتحاول إسرائيل وراح تظل تحاول إنها تخلي العالم يركز على قضايا أخرى وليس القضايا الأساسية. لكن أنا متأكد إنك زي دكتور، وإحنا كان في لنا حديث قبل كم يوم في إطار آخر وفي جمعية الشؤون الدولية، بأنه الأردن عندما يتحدث يحترم العالم، لأنه صوت الحق وصوت الاعتدال وصوت الحديث المباشر والصوت الذي لا يكيل مكيالين والصوت صاحب المواقف المبدئية. هذا لا يعني أنه ما راح يكون في طرف مقابل راح يحاول يتجاوز وراح يحاول أنه ينتهك وراح يحاول أنه يخلق حالة من عدم الاستقرار أو راح يمارس العنف أو يخالف القانون الدولي، هذا سيحصل لكن سنتصدى له بكل ما يمكن. بغض النظر، لكن أنا بقدر أحكي ومعالي دكتور منذر موجود، إحنا معاهدة السلام لما صارت حقوقنا المائية أخذناها، إحنا طبعاً حقوقنا التاريخية مالياً كل نهر الأردن كل شيء، أما بحكي أنا على أراضينا أراضينا استرجعناها. لكن أنا بالنسبة لي أقول لك الأهم بأنه ثبتنا حدودنا مع هذا الكيان الذي لا يريد أن تكون له حدود، وهذا شيء مهم جداً جداً. ثانياً الضفة الغربية صحيح هم يسيطروا ويقدموا الأرض ويحاولوا أن يعملوا كل المستوطنات، لكن إذا أرادوا أن يطردوا أهل الضفة الغربية، وهذه هي الشيء الكارثي اللي بتهدد الأمن القومي للعرب مش بس للأردن، إلى أين ممكن أن يطرد أهل الضفة الغربية إلا إلى فلسطين الداخل أو إلى الأردن؟ ما فيش محل ثاني يروح فيه. نحن موقعون لمعاهدة سلام، إذا وصلت الأمور فيهم أنهم يقوموا بهذا الأمر معناها معاهدة السلام أصبحت غير موجودة. إذا تزايد السكان في الضفة الغربية بهذا الشكل منذ 67 لليوم، تزايد عدد سكان الضفة الغربية 2.5 مرات. أنت اليوم بتشوف عندك في الضفة الغربية عدد السكان أصبح يعني أكثر من 3.5 مليون عدد سكان الضفة الغربية. وهذا الأمر لولا أن هناك معاهدة سلام ولولا أن وإلا كان ظلت إسرائيل تعمل ما كانت تقوم به سابقا، أطرد وأطلع وطلع وودي وتطلع الناس برا الأرض. الوضع الديمغرافي الفلسطيني في الداخل والمستند إلى معاهدتي السلام بين مصر والأردن، لأن أهل غزة بيقدروش يرموهم للمصاروة لأن المصريين أيضا موقعين لمعاهدة السلام، وأهل فلسطين في الضفة الغربية بيقدروش يطلعوهم من الأردن لأن إحنا أيضا موقعين لمعاهدة السلام. هم ابتلعوا لقمة لا يستطيعوا هضمها. أصبحت الآن ما بين الضفة الغربية وما بين المثلث في الجليل في 48 وما بين غزة عدد سكانها على فلسطين التاريخية أكثر من 51 إلى 52%. في خلال عقد من الزمان سيكون هناك أكثر من 60% من الفلسطينيين موجودين على أرضهم التاريخية بغض النظر عن كل الهجرات التي تحدث من الخارج. فأعتقد أن معاهدات السلام من هذا المنطلق كان بها فائدة، ونحن أمة كبيرة وعريقة ولنا عمق تاريخي، فنحن لا ننظر للأمر بمنظار 10 سنين و20 سنة، إحنا معنا وقت نصبر كمان 100 سنة، لأنه مش أحفادي وأحفادك، أحفادهم إحنا ننتظر لحد ما يرجعوا. والنص واضح بالنسبة لي أنا كمسلم، ربنا بخاطبهم في القرآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إلهم لبني إسرائيل، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سندخل المسجد كما دخلناه أول مرة بإذن الله. الله يمسيكم بالخير جميعا. يعني إحنا اليوم
أمام حكومة إسرائيلية من اليمين إلى اليمين. يعني عندما يحصل نتنياهو على 65 صوت 65 مقعد، في حين أن حزب العمل اللي كان تاريخياً هو الخصم حصل على 6 مقاعد. معنى ذلك أن المجتمع الإسرائيلي كله تحول إلى اليمين، وهذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي كله أصبح مجتمع إرهابي، مجتمع إرهابي. نحن يعني ليس أمامنا فقط نتنياهو، إنما نحن نواجه مجتمع تحول بأكمله إلى اليمين، من اليمين إلى اليمين. حقيقة أمام ذلك، ورغم حالة الاستعصاء اللي بتعيشها التي نعيشها في هذا البلد، حالة الاستعصاء الاقتصادي والسياسي، إلا أن الأردن حقيقة هو أصبح البلد العربي الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، في حين أن بعض الدول أصبحت ليس يعني لا تطبع فقط مع الكيان الإسرائيلي، إنما تروج لإسرائيل بأنها دولة سلام. وهذا يتمثل طبعا بأنه جلالة سيدنا هو الذي يتحدث دائما أينما ذهب عن حل الدولتين، والذي أعتقد أنه سوف يكون هناك استحالة لقبول إسرائيل بهذا الحل. سؤالي إذا سمحت، ما حصل أمس واليوم في القدس، حصل أمس عملية نفتخر فيها حقيقة، نقولها على الملأ، واليوم أيضا طفل عمره 13 سنة قام بإطلاق النار على مستوطنين صباح اليوم. أقول إحنا في الأردن أين ذاهبون؟ نحن أمام يمين متغطرس، أمام مجتمع إرهابي، أين ذاهبون وما هو موقفنا مستقبلا؟ وشكرا لكم. أنا ذكرت في مقدمتي إذا سمحتني إحنا في تعاملنا مع الدول وقوتنا في سياستنا الخارجية تكمن بأننا نتعامل مع حكومات ومؤسسات ولا نتعامل مع أحزاب وائتلافات. نحن نتعامل مع حكومات، وهذه الحكومات عليها التزامات وفي اتفاقيات وفي معاهدات. بالمناسبة في يمين وفي يمين، يعني في يمين متطرف وفي يمين عم نشوفه في كثير من دول العالم هذه الأيام عماله يصل إلى السلطة التنفيذية من خلال انتخابات من غير انتخابات، في يعني نماذج مختلفة في العالم نراها هذه الأيام لوصول اليمين، اليمين الوسط، اليمين المتطرف، اليمين البعيد، اليمين القريب، المهم يمين، عم نشوفها في أوروبا، عم نشوفها في دول أخرى عمالها بصير. وفي يمين طبعا اللي هو يمين تطرف ويمين مخالفة الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، وعم نشوفها كثير أيضا. كل مرة يحدث تطور سلبي إن كان على الأرض أو من خلال مواقف سياسية أو من خلال حتى في موضوع التراث في اليونسكو، الأردن واقف بالمرصاد. معاهدة السلام قبل شوي حكينا وحطها على جال، لا يعني أني لا أختلف، لا يعني أني أتصدى بكل ما لدي من قوة وتأثير دبلوماسي ونفوذ مع الدول لأي إجراء باعتقادنا أنه يخالف مصلحتنا أو مصالحنا أو يحاول أن ينهش من دورنا في الوصاية أو خلال، وهذه كلها راح تكون محاولات فاشلة، لأنه في إجماع في العالم على هذا الدور الأردني، على هذه الوصاية، على مرة أخرى صوت الحكمة والاعتدال والاتزان والحزم إن تطلب الأمر فيما يتعلق بالتطورات السلبية. فلذلك إحنا شايفين الصورة بأكملها، الصورة الشاملة. وعندما نتحدث، عندما نحث العالم على اتخاذ موقف إزاء تطورات سلبية، يقدر العالم بأنه هذا الموقف يتطلب أن تصدر في بيانات أو يتم في اتخاذ إجراءات أو تحركات في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها. يعني راجع سيدي سلسلة القرارات اللي اتخذتها منظمة اليونسكو فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، فيما يتعلق في، ترى أنه كثير منها
مواقف كان المبادر فيها الأردن. القرار قرار المحكمة الدولية، الرأي الذي أصدرته المحكمة الدولية فيما يتعلق بالجدار العازل بالمناسبة عام 2004 اللي كانت وراء الأردن تحديدا، أيضا أدان عبر عن عدم شرعية الاستيطان، ليس فقط موضوع الجدار العازل، وهذا طبعا هو رأي للمحكمة لمحكمة العدل الدولية، لكن أدخلنا في مفهوم عدم شرعية الاستيطان. هذه أرض ليست لك، لا يجوز لك بأي شكل من الأشكال أن تستوطن فيها أو تستعمر فيها. إحنا دائما نحكي الاستعمار ومش استيطان، هي مستعمرات وليست مستوطنة. فلذلك مواقفنا معروفة، والتقدم اللي نحرزه إزاء كل ما نشاهده من تطورات سلبية من حيث إقناع العالم بعدم شرعية قرار معين. مين كان وراء قرار 242 عام 1927؟ الأردن وجلالة المغفور له الملك الحسين بعدم جواز احتلال الأرض بالقوة العسكرية، هكذا ينص قرار 242. كان جلالة الملك شخصيا الله يرحمه مشرف على هذا، على صياغة هذا القرار، وكثير من الناس بيستخدموه كسابقة قانونية أو كأرضية قانونية في نزاعات مختلفة. 242 وعدم جواز احتلال القوة، احتلال الأرض بالقوة العسكرية. إسرائيل الآن لما احنا قلنا انكشف القناع، هو انكشف القناع بكثير من الأمور، بكثير من الأمور، ولذلك هم بسياستهم أن يميعوا الموضوع أو يحيدوا أنظار العالم أو اهتمام العالم بهذا التطور، ولكن العالم كله يدرك أنه هذا الاحتلال أطول احتلال في التاريخ المعاصر، أنه هذا الاحتلال احتلال بشع، أنه هذه الإجراءات اللي بتقوم فيها من حيث قتل يومي أمور يعني لا يجيزها العالم في كثير من النزاعات اللي عم نشوفها في أنحاء العالم المختلفة. لا تفضل، على أن المجتمع الإسرائيلي ينحى نحو اليمين، وأنا كنت حاكي هذا من أول. إذا شفت مقابلة جلالة سيدنا مع CNN، قال إحنا نحترم ما تأتي به صناديق الاقتراع، مدام هكذا جاءت صناديق الاقتراع لكننا جاهزون للتعامل مع ما ستفرز هذه الصناديق، نحن جاهزون والأردن فعلا جاهز للتعامل مع هذا الأمر، فهذا أمر مهم. لكن أنا بما أنه في كثير من إخواننا الإعلاميين موجودين، أنا بتمنى أن نستخدم العبارات الصحيحة ومناوشات. هذا احتلال occupation، وهذا ضم annexation. يجب أن نعود إلى استخدام العبارات الصحيحة. هذا جزء من البناء اللي الآن قاعدين بنعمله لكشف قناع إسرائيل ولإظهارها بأنها دولة فصل عنصري apartheid. لابد من استخدام هذه العبارة كثيرا، كلما قامت إسرائيل بشيء يستدعي ذلك لابد من استخدامها كمخرز ننخز به هذا الجسم الذي أمامنا. حتى لو كنا الآن لسنا كأمة بمستوى القوة التي نريدها، لكن الأمر عندما تطلبه حثيثا بهذا الشكل رويدا فرويدا ستصل إلى ما تريد. شكرا. أعرف حالي، أنا مراد المغربي، عضو في جمعية خريجي الثقافة العسكرية. أهلا وسهلا بالجميع مرة ثانية. عندي سؤال أنا مباشر، هل رممت عملية القدس يوم أمس من صورة نتنياهو وحكومته أمام العالم؟ شكرا معاليك. لا إيش اللي رممت عفوا؟ يعني انه العمليه هذه رممت يعني ساعدته، يمكن غطت من حيث صداره الاخبار، لكن زي ما غطت عليه بتصير دائما. انا قلت انه في كثير امور بتصير في الاعلام، لكن مره ثانيه العنف يؤدي الى العنف المضاد، وهذا كل ما نحاول أن نتفادى جميعا، لأنه في نهاية المطاف الضحية الكبرى ستكون القضية الفلسطينية، وهذا غير مطلوب وغير مرغوب ولا نريد. معالي أبو مروان تحب تعقب أو شيء؟ يعني ربما شهدنا أو سمعنا ما قال الرئيس بايدن، يعني أعلن شيء إحنا كلنا نعرف انه دعم مطلق لاسرائيل وابدا ولا يهمكم العينين عينيكم وابدا دق على صدره، يعني باعتبار شايف. طيب شو الغريب؟ ما هو طول عمرهم هيك مواقفهم. لكن
مجددا. الآن لابد علينا وعلى أن نشجع كل الإعلام العالمي إظهار الجريمة البشعة التي تمت في جنين. ضروري أنه نظل نبرز فيها، وضروري أنه نظل هذه الصورة التي تشوهت. قد يكون هذا حصل هو ليس نوع من الترميم، ولا لكن هم معتادين أساسا دائما إيش ما بتسوي إسرائيل، ما في يعني هي زي ما تقول مكشوف عنها الإحجاب وما بيأثر تسوي اللي بدها إياه. لكن لابد أنه إحنا نظل نبرز في الأشياء اللي بتصير من طرفنا، القتل اللي بيصير لأبنائنا وللفلسطينيين لابد من إبرازه. وإحنا الحقيقة نطلب يعني من قبل العالم، من إخواننا العرب برضو، أنهم يعني يبرزوا هذا الشيء من عندهم. شكرا للشعوب العربية في كأس العالم اللي أبرزت القضية، محتاجين نظل نبرز هذا الأمر بشكل أفضل. لكن أعتقد بأن هذه الحكومة مهما حدث ومهما صار من أشياء ستظل، خصوصا مع بعض العناصر الموجودة فيها. وبالمناسبة نتنياهو يعني هو كرئيس حكومة يتحمل مسؤولية كل إثم من الآثام التي تقوم بها أعضاء وزارته. أتمنى أنه يجي ناس متطرفين أكثر منهم، صحيح يعني ياريت، يعني بما أنه المجتمع 80% قلب قائم على الدائر قلب على اليمين، على اليوم يجي ناس دواعش من جماعتهم هم ويستلموا الموضوع، يعني هذا بيكون أفضل لأنه هم هيك. فخلينا نشوفهم هذول يعني يطلعوا قدامنا. شكرا. اليوم احنا نتحدث في عنوان لهذه الحلقة أو هذه الندوة بالسلام الخافت، وعدنا عندما انطلقت عملية السلام بالسمن والعسل وتطور حياة المنطقة وشعوبها، وأن الحال سوف يتغير. الآن كدولة أردنية كيف نقيم عملية السلام؟ ماذا استفدنا منها وماذا خسرنا؟ ما هي الأدوات التي أو الإمكانيات التي يمكن أن نتحدث فيها إذا ما تراجعنا بهذا السلام الخافت إذا جاءت حكومة يمينية متطرفة أكثر من هذه الحكومة؟ معالي الأستاذ ناصر جودي يتحدث أنه إحنا نتحدث مع حكومات وليس ائتلافات. اليوم هل يوجد للدولة الأردنية أي تأثير في صناعة الحدث في إسرائيل، في صناعة الحكومات، في التأثير على صناعة الحكومات، في التأثير على الائتلافات التي تظهر؟ ألا يوجد مصلحة وطنية عليا للدولة الأردنية للتأثير في الداخل الإسرائيلي؟ يعني وين إحنا هذا السلام وين وصلنا إحنا؟ سيدي أنا أعتقد أنه جاوبنا على هذا الموضوع، لكن بأكد مرة ثانية، السلام نسميه ما شئت، السلام الخافت، السلام البطيء، السلام البارد، فينا أقول لك السلام البارد والسلام الدافئ، أهم شيء أنني حصلت على حقوقي، وهذه مصلحة الأردن أول. لما نقول مصلحة الأردن أول، حصلت على حقوقي في الأراضي وفي المياه وفي كل شيء. اثنين، انه هذه المعاهدة خافتة هادئة باردة سميها ما شئت، انا ما بطلق اوصاف، ولكن هي اداة اساسية يستخدمها الاردن في الدفاع عن قضاياه وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية اللي زي ما تفضلتوا جميعا وذكرتوا بانه الاردن السياسة. نعم صحيح. ثلاثة سيدي، لما تتفضل وتقول انه ما دور الاردن في صناعة الحكومات الاسرائيلية، احنا ما قلت انا ما بتدخل بالشؤون الداخلية للغير، وذكر معالي ابن مروان في مقابلة جلال سيدنا الاخيرة لما ذكر احنا نحترم اي حكومة تأتي من خلال صناديق اقتراع في اي محل في العالم، وخاصة يعني في العنوان اللي عم نتحدث فيه اليوم. لكن اذا هاي الحكومات تبيت امور مبطنة ومن شأنها ان تضر أو تمس بمصالح الأردن، فنحن لها بالمرصاد ونحن نتصدى لها في بطريقتنا المعروفة اللي نتحدث عنها دائما، وهي العقلانية والاعتدال والحزم إن تطلب الأمن. نحن ما يعني مش معروف شو أدواتنا، ومعروف تأثيرنا في العالم، ومعروف مشاركتنا. بنسوا الناس ويذكرون هي أصحاب السعادة السفراء اللي تشرفنا بالخدمة معهم في وزارة الخارجية العريقة، أنه يعني الأردن في ناس بنسى أنه خدم كعضو غير دائم في مجلس الأمن 3 مرات، بمنتصف الستينات، منتصف الثمانينات، وبنتصف 2014-2015. هلا هي دورية، لكن في دول يمكن مرة واحدة جاها الدور. لكن لما
آخر مرة اللي أنا تشرفت كنت في في المنصب الوزاري أنا ذاك لما صوت العالم على عضوية الأردن غير الدائمة في مجلس الأمن، أظن من 194 دولة 188 اللي صوتوا ثلاثة كانوا برا مش موجودين بالتصويت، كان في إجماع على العالم وفعلا أنه على الأردن، وفعلا أنه الأردن قام بمهام، وكان في إلنا دور أساسي في صياغة العديد من قرارات مجلس الأمن في حول القضية الفلسطينية وحول القضية السورية وحول اللاجئين وحول الشباب والأمن والأمان. يعني لنا دورنا ولنا حضورنا ولنا احترامنا الكبير عند العالم، وندافع عن مصالحنا بكل ما لدينا من 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 قوة ومن تأثير ومن عقلانية. مرة أخرى بيعود للي تفضل فيه الدكتور فارس قبل شوي مع الدكتور فارس بأنه استطلاعات الرأي والغالبية ما بدهم معاهدة، مرة ثانية بدك أنت تشوف أنه هذه المعاهدة هي مثل ما تفضل أبو خيس توظف لخدمة مصالحنا ولخدمة قضايانا، والقضية الأساس فيها هي القضية الفلسطينية، لكن مصلحة الأردن أولا وآخرا. أشكرك. نعرف أنه 1897 في مؤتمر بازل بدهم إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، يعني هذا هو أصلا، ولحد الآن ترى لا نفكر أنه هم بطلوا، هم في مخهم إسرائيل هي من الفرات إلى النيل. بال67 بعد 70 سنة قدروا يأخذوا فلسطين التاريخية كلها، أكلوها كل ليلة كلقمة كاملة، أخذوا فلسطين التاريخية بال67. من 67 إلى اليوم، طبعا لأنه 67 ما قدروش يأخذوها بالطريقة اللي أخذوا فيها الجزء الأول من فلسطين التاريخية عندما لم تكن هناك في دول لسه في المنطقة، صار اسمه احتلال. فرضوا الأمر الواقع شوي شوي. معاهدة السلام اللي بتحكي عليها، احنا في الأردن مجرد ما ثبتنا حدودنا في هذا الأمر، نحن أوقفنا على الأقل قانونيا ودوليا أمام كل العالم هذا المد إلى الشرق. وإسرائيل في نشيدها الوطني إذا بتسمعوا الضفة الشرقية هي بالنسبة لهم مثل الضفة الغربية لنهر الأردن. هذول الجماعة يا جماعة يا أخوان ما بيخجلوش يقولوا شو بدهم، يعني إحنا مرات بنستحي، يعني أنا جبت آية كريمة مرات بجوز ناس يقول لك يعني شوي خلينا نلطفها شو عليها، أنا هذا بحكيها قدام الكل تفرقش عندي. بدنا نقول لهم إحنا عارفين، لا يجب إنهم يفهموا يكونوا هم فاهمين أمامنا، نحن واعيين تماما إنه أنتم كيف بتفكروا، ويجب أن نرجع وأن يعني نشحذ هممنا من هذا العمق التاريخي الموجود عندنا. أنا سمعت من معالي الدكتور منذر حدادين إنه أثناء وهم في تفصيلة معينة في منطقة الباقورة رجع لشغلة سواها صفرونيوس بطرك القدس عشان بشرط عشان يقبل يسلم الخليفة عمر بن الخطاب المدينة، أحد الشروط على أن لا يساكنهم فيها أحد من اليهود، وأصروا على هذه الكلمة، وهي موجود الدكتور معالي. إذن إحنا في عنا عمق تاريخي يجب إنه إحنا نرجع إله، ويجب إنه نتشبك في جذورنا، وإنه إحنا وإحنا قاعدين أمامهم سواء في المفاوضات زي ما قال معالي أبو طارق، إحنا بنقعد قدامهم، إحنا يعني إيش الأدوات اللي بين إيدينا اليوم؟ الله يرحم جلالة الملك حسين، بأظافركم بأسنانكم بكل شيء إحنا بنواجه. معركة البوابات بجوز في ناس قلل من قيمة معركة البوابات اللي صارت أيام المسجد الأقصى، لكنها معركة بكل معنى الكلمة اللي صارت. حتى الشيء الأخير اللي صار لما منعوا سفيرنا أنه يدخل على المسجد الأقصى، شفنا أنه بعدها بساعات عاد السفير ليتجول. إحنا مش قاعدين بنقول عن هذه بنمثلها أمام الآخرين، لكن الأردن قوي لأنه الأردن يتعامل أمام العالم بالشكل السليم. يعني تكلم عدل يحتار عدوك فيك، انت لما تحكي شيء بمشي على القانون الدولي، تمشي بشكل صحيح وسليم فيه، تستخدم اوراقك القانونيه واوراقك الدوليه بالشكل السليم، سيضطر العالم انه يرضخ امامك. شكرا. اسمح لي بس دكتور، انا حاب الدكتور منذر يعطينا يعني وجهه نظر نسمعه، لانه هو الخبير الاستراتيجي في العقل الاسرائيلي كيف يفاوض وماذا يريد. تفضل معنا الدكتور. شكرا أخي أبو قيس.
شكرا للثقافة العسكرية اللي لها في قلبي نقطة ضعيفة. يعني قلبي لما تذكر الثقافة العسكرية مش بخشع، بس كأنه واحد بيحكي عن إشي بحبه. ليش؟ مش بس إنه جيش عربي وهذا كله إحنا عارفينه، بس لأنه ما رحت. وصدقوني ما فيش زاوية في المملكة تعتب علي. ليش؟ لأنه ما بتقدر تخدم البلد إذا ما بتعرف أرضها وبتعرف سكانها. وما كنت أشوف إلا الثقافة العسكرية في الأماكن المحتاجة أكثر حاجة للعلم والثقافة إلا الثقافة العسكرية. من رم لضربة، كان اسمها ضربة صار اسمها رحمة، للبادية الشمالية ما كنت تلاقي وزارة التربية والتعليم، بس كنت تلاقي الثقافة العسكرية ومدرسة ونظام. فشكرا للدعوة. طلبت مني أحكي شيء، وإذا تسمحوا لي بس أسهب قليلا. أنا شايف أنه معظمنا تحت الانطباع الخاطئ. الأخ من ذروح ورات وينه؟ لا بدي يجي، بدي يجي ويجيب نص أهل أبو الزيغان معه. في ممثل لا بابيت سيدي، لا مش أبو الزيغان هون. أفع عليك، إذا ما بتعرف سكان البلد ما بتقدر تخدمهم. وأظن تعلم في مدرسة أنا عمرتها. بس على كل حال، الانطباع اللي معظمنا أخذه خاطئ إنه إسرائيل بدها سلام. إسرائيل ما بدها سلام. ولما بدأوا يحضروا لعملية السلام بعد خطاب رئيس الجمهورية الأمريكية في الجلسة جون سيشن أوف كونغرس سنة 91، قال في نظام عالمي جديد بده يتشكل بعد إخراج العراق من الكويت. كان جيمس بيكر هو النشط في عملية ترتيب اللقاء للشرق الأوسط. من تمه أنا سامعها، من جيمس بيكر، قال I pulled إسحاق شامير from his beard to come to Madrid. بدهمش، مش بس هيك، ليستفزونا احنا اكثر. كان يقول للفلسطيني، احنا منا اثنين كان بالوفد الفلسطيني مراقبين وعشرة فلسطينية قبال 12 يهودي، كان يقول انتوا بتقولوا راحت علي نص الحكي، انتوا بتقولوا انه هاي ارض محتلة، عن يهودا والسامرة ارض محتلة. مزبوط محتلة، كان محتلها الاردن واحنا اجينا حررناها. هذا كان موقفهم هيك. ما بديش احكي لكم شو كان الرد. على كل حال، الانطباع الخاطئ انه احنا بنفكر انه عملنا معروف مع اسرائيل وعملنا سلام معهم، بس هم ما كان بدهم سلام، وانا قناعتي ما بدهم سلام. مثل ما تفضل احد الاخوان انه لما يجيك العمل كان يغلفها بشوغر كوتينج، لكن في واقع الامر لا، ما بدهم. بدنا نكون حريصين، ولما نكون حريصين بترجاكوا كلكم يعني، والحاضر علم الغايب. ما في قوة إلنا، بالإضافة إلى اللي تفضل فيه معالي أبو طارق، ما في قوة إلنا زي قوة الجبهة الداخلية. وما بحكي بس منع التشرذم، بحكي الإنتاج، بحكي العمل والإنتاج، حتى ما يكون 80% من اللي بناكله مستورد يا جماعة. فما نقدر إحنا نحكي بمنطق دولة مستقلة ذات سيادة ومؤثرة، وإلها أنا ما بخفض أو بقلل من تأثير الأردن عالميا أبدا. وإذا لا موازنتنا متزنة وإلا يتحسنوا علينا الناس كل سنة من الأمارة، ما نقدرش نكون بهيك وضع.
ونمسك أمرنا كاملا بيدينا. هذا كلام مش ممكن. فإذا بدنا نشتغل بدنا نشتغل على النفس الطويل. وبأيد كل كلمة قالها أخي معالي أبو مروان عن الأمة الواحدة. إذا الانطباع الأول إنه إسرائيل بدها سلام، لا بدهاش سلام. الانطباع الثاني يا أخوان، ما رحناش على أي جولة تفاوض إلا بقرار من مجلس الوزراء. وماذا يعني هذا؟ يعني أنه إحنا كنا نمثل الحكومة والدولة، ما كنا نمثلكم ولا كنا نمثل الشعب في تفاوضنا، إنما قبل الشعب بأصوات مجلس النواب نتائج التفاوض. بس الشعب ما قال نروح. جلالة الملك إجا جمع الناس في قصر الشعب الوجهاء والنواب وقال لهم إحنا رايحين، رايحين بعد ما الأمريكان طوعوا إسرائيل غصبت عنها أخذوها. إجا ذكر الأمريكان، بس نقطة معالي أبو مروان لازم أركز عليها، إنه إحنا إلنا تاريخ سحيق، مش بس كأمة واحدة من العصر الإسلام، بس كأيدنتيتيز حتى بالشرق الأوسط قبل الإسلام. إلنا حضارة وإلنا وجود وإلنا إنتاج حضاري. هذا الكلام بشد من أزرنا إزاء الخزر اللي إجوا واحتلوا فلسطين وضيعوا من شبابنا اللي ضيعوه، وضيعوا من الأراضي وهجروا اللي هجروه. ومن هيك لازم نعرف كلنا إنه ولا ضيعوا يوم واحد من قبل 1897، بل من 1870، وعندي وثائق من 1835، ما ضيعوا يوم إلا يشتغلوا بالدراسة والتمحيص والخبرة كيف يفرقوا بيننا، كيف يفرقوا بيننا، كيف يفرقوا أول شيء بين الشرق والغرب، المشرق العربي والمغرب العربي، وكيف اشتقوا إسرائيل لتقسم الجزئين عن بعضهم. بس هذه هي قاعدتنا، وبدنا نعرف أنه ما فيش صديق، ما فيش صديق إلا واشتغل علينا، صديق يعني إلا واشتغل على تفريقنا. ولما وزعوا وعادوا البلاد العربية بين بعضها بلشوا يشتغلوا في دواخلها. بدنا نكون حريصين، احنا بلد مثل ما تفضل معالي ابو طارق ومعالي مروان، ما ضلش الا نحن نحكي بالقضيه الفلسطينيه. حتى لما اجينا نفاوض قسمونا بلقى وصخور، كيف منذ الحوارات لانه حلفاء الصخور قسمونا فلسطينيه واردنيه. صارت مهم رئيسي بكرة في نحكي فيها، بس صار كأنه أنا ما إلي دخل بفلسطين رسميا. وبموافقة ومعرفة وقناعة الجانب الفلسطيني ممثل بمنظمات التحرير. بس اللي علي أنا سويته، مثل ما تفضل معالي أبو مروان كان الشرط لما قلنا بتضلكوا في الغمر والخمسة وعشرين سنة، أنا اللي حكيتها 25 سنة. ليش؟ لأنه كل مشروع ري بتتعب عليه بدك 25 سنة، لا عمر المشروع 25 سنة. بس كان الشرط ألا يناموا فيها، من مثل ما قال ضربت في ذهني شرط البطريرك سفرونيس الغساني على أمير المؤمنين ألا يجاورهم في إليا أحد من اليهود. هذه أمور بدنا نكون صاحيين إلها. وراح سلامنا أو المعاهد اللي اشتغل في المعاهد اثنين أردنية، محاكيكو واحد منهم، الجزء الأكبر كان لعون الخصاونة وأنا باجي وراه، مبنية على قراري مجلس الأمن 242338. فلما تيجي
وبمفاوضاتنا أخذنا إحنا أكثر من 242، يعني الأراضي المحتلة في وادي عربة كانت قبل 242، كانت من سنة 54 53، وكانت بعد احتلال إيلات رجعناها، وهي مش 242. الباقورة من سنة 52 رجعناها وهي مش 242 بس مبنية على 242338. مين في العالم رافضها؟ كانت سوريا رافضة 242 وافقت عليه ب 338 بحرب 73. ف المكتوب مكسب إلنا، واللي باب اللي بيقول مش مكسب بكون متطرف شوي في رأيه، بس ما لازم هذا المتطرف ينسى إنه اللي ماضي معانا على المعاهدة رئيس جمهورية أمريكا اسمه بيل كلينتون، ثالث توقيع عبد السلام هون، إسحاق رابين هون، وبيل كلينتون تحتيهم ضامنينه، بس هدول نفسهم اللي ساقوا الجميع للعملية السلام بعد ما صار السلام مع الأردن زرقنوه مع سوريا وبطلوا بطلوا. دول عظمى نتعامل احنا كدول بطلت. فاللي انا محب اطمنكم فيه انه التفاوض ما صار باسم الشعب، وانا مبسوط انه 70 أو 80% من الناس ضد الكلام، ضد الكلام. هذا لا يتنافى مع ما توجهت به الدولة الأردنية بأجهزتها، حكومة، مجلس وزراء، مجلس نواب، مجلس أعيان، وإرادة ملكية صدرت بقانون للمعاهدة. بس الناس ما حد استشارها، استشاروا ممثلينهم، واللي وافقوا من 79 اللي حضروا اللي وافقوا 54 والباقي كان رافض. ففي عندنا أساس اللي الواحد يحكي ويقول إنه الناس ما بدها، الناس ما بدها، بس الدول اللي بتحرك الجيوش من الطرفين ملتزمين بهذه الوثيقة اللي البعض بيعتقد إنه مش مكسب. لا مكسب، لا مكسب، وحددنا حدودنا فرزنا جوشان سيدي، حطينا بالجيب. لا أنا من الأشخاص اللي عانوا شخصيا بسبب تفاوضي على الحدود. فكر الناس إنه كنت أفاوض مياه، بس مياه وبيئة وطاقة وحدود كانت ضمن اللي اشتغلنا فيه. وكان كنت بتمنى جولة واحدة ما يشكو علي، يشكو للسيناتورز أمريكان، وملفي عند الأمريكان مثل ما قالوا لي هالروم. ليش؟ لأن بمثل بلدي، وليش؟ لأنه ما بيعجبهم الكلام، ما بتعجبهم المواقف، وما بتعجبهم الخدع. مش بقولوا أذكية وهذا، والله كنا نوديهم على البحر ونرجعهم عطشانين. الفرق بيننا يا جماعة، بدي أوقف هون، الفرق بيننا ون أون ون نغلبهم، والله ون أون توانتي مثل الآية القرآنية في سورة الأنفال، ولا بأي سورة هي، بالكهف يمكن، والأنفال الواحد على عشرة، بعدين لما ربنا بده يخفف علينا واحد على اثنين نغلبهم. بس لما تيجي جهد جمعي أردني ببعض، يعني لحالنا احنا بنتفرعط هم ما بتفرعطوا. يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سيدي احنا ما ظني احنا في معرض الدفاع عن الأردن ومواقفه، لأنه يعني ما في عاقل ومنصف بنكر دورنا من قبل السلام وبعد السلام وخلال السلام، وظننا نبسط الأمر، نقول كنا في أرض مشاع فرزنا، حطينا قوشاننا في جيبتنا وحطينا الفلسطينيين أمامهم إنه في إشي اسمه فلسطين. فيه بدنا نتقيد بس بالعنوان لهذا، قراءة للمشهد. يعني واضح الآن، يعني
يعني تصرفات وسلوك هذه الدولة بغض النظر عن نوع الحكومة اللي فيها يمين يسار ائتلاف ما بدهم يكونوا جزء من هذه المنطقة، بدهم يكون الأبر هاند لهم ويتصرفوا على خاطر. المشهد الثاني وأنا النقطة الرئيسية اللي تكلم فيها معالي ناصر جودة، الأولوية الأولى هن ثلاث أولويات، الأولوية الأولى المصلحة الأردنية العليا. المصلحة الأردنية العليا الآن إحنا أضعفون الناس اللي يعني فتحوا علاقات، وهذا قرار سيادي لهم، بس أضعفوا الأردن، أضعفوا قانونيا وسياسيا، طبعا القليل اقتصاديا يا أخي مشان نوقف على رجلينا. ما في حدا الآن بيشتغل لهذه القضية إلا جلالة السيد. لما تكون أنت في موقف اقتصادي وهذا يعني ينفرض عليك قضايا أخرى. لذلك إحنا لازم يعني صحافة البلد، الصحافة المنتمية لهذا، بدها شوية تلحن على هذه القضايا، لأنه يعني إحنا لحالنا قاعدين نتحرك، ما في لا عرب ولا مسلمين معنا، ما في إلا جلالة سيدنا. ويعني جهود واضحة يعني على ذلك. بالإضافة نشير إلى شيء ثاني، الجامعة العربية وين؟ الجامعة العربية الآن الظرف مناسب إلى تقعد وتجتمع وتحدد مواقفنا كلنا من تركيا ومن إيران ومن أثيوبيا اللي قاعدة بتهددنا. والآن مناسبة أكبر، أنتم يعني أسياد بهذه القضايا، مناسبة يعني الجو مناسب حتى نحط حم على الخارطة في الاستقباب اللي صاير بالحرب الأخيرة. وين إحنا؟ شكرا. سيدنا زي ما حكينا زار من الأول القمة الثلاثية والسداسية وبعدين قطر وبعدين طلع على كندا، ومن كندا سيكون في أمريكا. الأردن سيقول ما يجب قوله وما يريد أن يقوله بغض النظر عن ما تقوم به إسرائيل. نحن دائما نقول ما نريد أن نقوله. جلالة سيدنا يا أخوان، يعني بل نتشرف بأنه كان في معية جلالة سيدنا بعض الوقت، لما يشوفوا كيف لما يكون في المحافل الدولية حقيقة لما يدخل تشعر بفخر شديد واعتزاز لاحترامهم إلنا كدولة من خلال احترام جلالة سيدنا وإنصاتهم بشكل حقيقي للي قاعد بحكي ويتكلم معهم باللغة التي يفهموها تماما، ويفند قبل أن حتى يطلبوا، يكون أثناء حديثه يفند كل ما يعني قد يكون مخفي بين السطور المخفية اللي تفضلت فيها. يعني هو من خلال كلمتين ثلاثة بكون شطب الموضوع. أنا أذكر قبل سنتين في الأمم المتحدة في الخطاب في الجمعية العامة كان ترامب موجود، وكان فكرة حل الدولتين كله ولا بده يحكي فيه. جلالة سيدنا عمل خطاب كله استفهامات استنكارية، ماذا سيحدث لو كذا، ماذا سيكون القرار لو كذا، ماذا كذا إلى آخره. آخر شيء قال ماذا لو لم يكن هناك فعلا دولة للفلسطينيين واضطروا لأن يعيشوا مع الإسرائيليين في دولة واحدة اللي هي قانونها تبع الدولة الإسرائيلية، هي قانون دولة لليهود فقط. هل سيكون مقبول بأن يكون هناك دولة أبرتايد في القرن 21؟ هل سيقبل العالم كذا؟ بعدها بأقل من ساعة ترامب طلع قال إحنا لازم نعاود نفكر في حل الدولتين كذا. يعني اللي بيقول عليه معالي أبو طارق إحنا كأردن يحكي اللي بده إياه، إحنا برضو عندنا كلمة وبنحكيها بغض النظر، بنروح بنقول لازم نحكيه وبننسمع. شكرا.